أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الاثنين 20 سبتمبر أيلول 2021. أنت تميل إلى أن تكون منتقدا ذاتيا بشكل علني اليوم. معظم مخاوفك لا أساس لها وأنت تعلم ذلك. لا يزال لا يسعك إلا أن تقلق. الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا هي نقل مخاوفك إلى شخص قريب منك وسيكون داعما لك. أنت بحاجة إلى رأي تاني فيما يتعلق بخطورة المشاكل قبل أن تشتت انتباهك. عاطفيا، لقد كنت في الجانب العاطفي أكثر، وبالتالي فشلت في إدراك أن العلاقات هي مداخل متعددة الأوجه. عليك أن تتحرك في دوائر مثيرة ومليئة بالتحديات. ستتاح لك فرصة الاقتراب من الشخص أعجبت به بشدة منذ السنوات العديدة الماضية. ستكون سعيدا جدا بوجودك هذا الشخص في الجوار. مهنيا، أنت لم تخلق المشكلة ولكن اليوم تجد الحل لنفسك محاطا بالكثير منهم. قد تفقد أعصابك ومن المستحسن أن تحافظ على هدوءك وتعالج المشاكل واحدة تلو الأخرى. قد تضطر إلى البقاء في العمل لفترة أطول وقم بإلغاء جميع الالتزامات التي قد تتطلب منك المساء. في المساء ركز على حل المشاكل. صحيا، سيتعين عليك استشارة أحد خبراء الرعاية الصحية اليوم بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، لكن إذا لم تستجب لنصيحة الآن فأنت في طريقك إلى مشكلة خطيرة على الصعيد الصحي. لا تتجاهل أي مشاكل صحية الآن، حتى أصغر القضايا يجب التحقيق فيها عن كثب. مع الرعاية المناسبة يمكنك الحفاظ على نمط حياة لائق وتجنب المشاكل المتعلقة بالصحة. توقعات برج العقرب للرجل. حاول أن تستغل الوضع ولو كانت القوة بين يديك. أنت تريد أن تنال الخطوة قبل أن يسرقها غيرك. بإمكانك الاستفادة من فترة التناغم والتوافق التي تعيشها مع جميع المحيطين، وأحمد الله على كل حال وفي كل وقت. الحمد لله على نعمته وفضله. توقعات برج العقرب للمرأة. اليوم أيضا يحمل لك طاقة كبيرة. تحتل لنجاحاتك الصغيرة وحياتك الشخصية الصدارة بين اهتماماتك. تجري بعض الإثناءات التي تثبتين فيها ذاتك وتعطين من خلالها انطباعا جيدا عنك. عاطفيا للعزباء، إذا صادفت شخصا ما فلا تظني على الفور أنك مغرمة. قد تكون رغبة عابرة فلا تخلط الأمور. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك فوق ذلك. شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين، وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر إلى 12 نوفمبر. أنت تحمل حملا ثقيلا من المشكلات. ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت، لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير، فكل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر. لقد حان الوقت لمواجهة الأمور مباشرة دون تأجيل. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر إلى 21 نوفمبر. أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني. استخدم إمكانياتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيد الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية. لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان.